بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن لسان الردود والراث الحسيني الحاج ملا قاسم ابن الملا حسن، هذه الكرامة العباسية. استبد الشوق إلى زيارة المراقد المقدسة للأئمة عليهم السلام في العراق، فاتفقت عائلتان، رجلان وامرأتان، من بلاد إيران سنة 2002 ميلادي في أواخر الحكم البائد، على أن يجتازوا الحدود العراقية من طريق الشمال، ثم يتجهوا إلى مدينة النجف الأشرف ومدينة كربلاء المعلات. فلما وصلوا إلى كربلاء المقدسة تفرقوا على أمل اللقاء مرة أخرى للعودة من الطريق نفسه إلى بلدهم إيران، بعد إن تنعموا بزيارات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. عند ذاك عرف مخبرو النظام السابق بدخولهم، فتم اعتقالهم جميعا ليعرضوهم على التعذيب القاسي. وكان أحدهم شديد التوسل بأبي الفضل العباس عليه السلام، فكان يهدي 100 بعد 100 من الصلاة على محمد وآل محمد نيابة عن الإمام الحسين ونيابة عن السيدة زينب سلام الله عليهما إلى روح أبي الفضل العباس سلام الله عليه للخلاص من تلك المحنة العصيبة. فكانت له رؤيا في تلك الليلة نتيجة هذه التوسلات والصلوات الكثيرة، حيث رأى في عالم الرؤيا وكأن أبا الفضل العباس عليه السلام وهو جالس على ضريحه المقدس وقد خاطبه قائلا: اطلب ما أردته منا وما ستطلبه سنعطيك إياه. ما إن استيقظ الرجل السجين صباحا حتى استدعاه مدير الأمن، وإذا به هذه المرة يستقبله بكل احترام وتقدير بعد ذلك الاضطهاد والتعذيب الوحشي، وأخذ يتجاذب معه أطراف الحديث بكل لين قائلا له: ليس عليك بأس، وما نريد منك إلا أن تكتب رسالة إلى الجهات العليا المختصة لينظروا في أمركم هذا. فقال هذا السجين: لكنني وأنت تعلم لا أعرف كيف أكتب رسالة باللغة العربية. فقال له هذا الضابط: لا عليك، أنا سأكتبها لك، وما عليك إلا التوقيع عليها فقط، وسيأتيك الجواب بعد 10 أيام. وافق الرجل السجين على ذلك، وانتظر تلك 10 العجاف وهو على حال من القلق والدعاء والحيرة والتوسل، وما زال يهدي 100 بعد 100 من الصلوات المحمدية نيابة عن الإمام الحسين والسيدة زينب سلام الله عليهما إلى روح أبي الفضل العباس سلام الله عليه. كان في انتظار مرير حتى يصل الخبر، وبينما هو كذلك وإذا بمدير الأمن يستدعيه مرة ثانية، حضر عنده وهو يترقب مفاجآت لا يدري أين ستبلغ به. فقال له مدير الأمن: تفضل. قدم له سيجارة وكوبا من الشاي، ثم أخذ يطمئنه وقال: وصل الجواب من الجهات العليا. أحس هذا الرجل السجين بخفقة وخفقات في صدره، وأخذ بدنه يفقد قواه، ثم حاول أن يتماسك ليسمع ما يقوله له المدير. كان القرار هكذا كتب وبهذه الصورة: إما أن تمنح الجنسية العراقية، وإما أن تبعد على الفور إلى الحدود الإيرانية. وعندما سمع السجين هذه العبارة: إما أن تمنح الجنسية العراقية، وإما أن تبعد على الفور إلى الحدود الإيرانية، قال: أحب العودة إلى بلدي، شكرا. ولكن بقي لدي سؤال. فقال له مدير الأمن: اسأل.
فقال: لماذا تغيرت المعاملة معي بهذه الصورة؟ وإذا بوجه مدير الأمن يتغير ويتصبب عرقا، وقال له: لقد رأيت شيئا في عالم الرؤيا لا أستطيع أن أعترض عليه، ولا أستطيع أن أقف إزاءه أو أن أقف ضده. ثم سكت، فشعرت بأنه قد رأى شيئا من كرامات أبي الفضل العباس سلام الله عليه ومن أوامره الخاصة إليه. في اليوم التالي أركب الجميع، الرجلان والمرأتان، في سيارة لتنطلق بهم نحو الحدود متخطية تلك الأيام الصعاب. عبروا جميعا الخطوط الحمراء، دخلوا بلدهم، انطلقوا في حديث. قال ذلك الرجل المتوسل: لقد رأيت أبا الفضل العباس عليه السلام في رؤيا فطمأنني بالسلامة والفرج، وقد تحقق ما وعدني به، وها نحن قد نجونا من تلك المحنة ببركة كرامة من قمر بني هاشم عليه السلام. الحمد لله والشكر لله. فقالت المرأتان: نحن كذلك رأينا ما رأيت أنت، لقد أهدينا الكثير من الصلاة على محمد وآل محمد، ولقد سمعنا بأنه من أحب الأشياء إلى أبي الفضل العباس عليه السلام أن تهدي له ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. تعجب الرجل لهذا الأمر، وأحس بيقين مطلق بأن عناية أبي الفضل العباس كانت ترافقهم في كل أيام المحنة بلا شك أو ريب. لقد كانت ذكريات طيبة رغم ذلك الامتحان الصعب، تعلقوا بعد ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد أكثر وأكثر، وكانوا دائما وأبدا يهدون هذه الصلوات نيابة عن الإمام الحسين وعن مولاتنا زينب سلام الله عليهما إلى روح أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فتنقضي لهم الحوائج جميعا. جرب ولا تشك هذه الطريقة ليغيثك صاحب الزمان سلام الله عليه، وليغيثك أبا الفضل العباس أو أبو الفضل العباس سلام الله عليه، فيقضي لك الحوائج إن شاء الله تعالى. جميع أئمة أهل البيت عليهم السلام أحب العبادات وأحب المستحبات والقربات إليهم هي الصلاة على محمد وآل محمد. ولو أنك قد كتبت على الإنترنت فضل الصلاة على محمد وآل محمد وكيف يعشقها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لجعلت من ذلك وردا وذكرا دائما وأبدا للحصول على عناياتهم. ويكفي بأن آية الله الشيخ بهجت قدست روحه الزكية قال: بعد عمر طويل من العبادة والطاعة لله عز وجل، وكذلك بعد عمر طويل من الأذكار والأوراد، لم أجد أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد. لا تنسونا من فاضل دعواتكم برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.